يلا بسم الله على بركه الله. عندنا اليوم الدرس ديال السلسله ياك، واخا راه ديجا مصوره غير مازال ما حطيتوش. المهم غادي نحاول نخدم لكم السلسله بالتقطيعه. صافي، هي راه سلسله غير هذه، غندير لكم التقطيعه باش تعلموا اكثر كيفاش. دابا هذا تخيلوا معايا بان هذا الانيمي وهذا اليسر، هذا موديل، موديل وفيه التقطيعه هنايا، فيه التقطيعه هنا. كيفاش كنتعامل مع ديك التقطيعه؟ كيفاش غنتعامل مع ديك التقطيعه؟ اصعب حاجه في السلسله هو ديكالاليك. كيفاش ديكالا؟ يطلع واحد وينزل واحد، هذيك هي اصعب حاجه في السلسله. اول حاجه غادي ندير، تخيلوا معايا بان هذا اليمين وهذا اليسار، في نظركم اشنو غندير؟ غندير السلسله نخيط بعدا، نخيط هو الاول، غنخيط التقاطع، يعني غنخدم التقاطع هما الاولين. عرفتي السلسله الا مشات حتى تعوجات ليك ياك، وطلع ليك واحد وواحد بقى، حنا ما عندناش الحل، عندي هكا مملة ياك. المهم انا غنحاول انني نوريكم بحال ما كاينينش التقطيعه، وغنوريكم بالتقطيعه، حيت الا ما كايناش التقطيعه راه صعيبه بحال بحال. لا بالعكس، الشيء الا كانت التقطيعه كتحكمي فيها، الا ما لا ماشي كتفيني، لا الا كانت التقطيعه بحال هكا كتشدي السلسله من الوسط، من الفوق كيكون ديك الدوره العنق، وبزاف بزاف الا كانت الكاشي، ملي كتكون الكاشي كتكون ديك النمره ديك البانده 6 خارجه، صعيب عليك باش تحطي الوجع. الوجع خصكم تجربوا، خصكم تجربوا باش باش تعرفوا علاش كنهضر. المهم ها اليمن ها اليسر، هو تسالنا وندير ليها بحال هكا باش نعرف ياك. ها اليمن ها اليسر، هذا اللي كيكون هنا شنو هو؟ هذا ليسر، غادي نشد ليسر هو الاول غادي نشد. كيفاش غندير ليه؟ كنخدموا بحال هكذا، كنجيب السنسله ياك، وكان اول حاجه السنسله مثلا عندي انا قصيره ياك، السنسله عندي قصيره ما يمكنش، غادي تجي من هنايا ونركبها، وغيخصني هذا العبر هذا في السنسله. يعني شنو كندير؟ كنجي هو الاول من الفوق، وكنحاول ها لي شاط كيشيط في فاسمو، وكنحاول انني كندير لها بحال هكذا، يعني الراس بالراس، ولا كانت طويله كتخرجيها واحد شويه. صافي، حنا غادي ناخذوا على عبر على عبر هذه السنسله ديالنا، كندير لها بحال هكذا ياك، وغادي نشد بالفنيته، غادي نشد. شوف البنات راه غندير الوجه مقلوبه، مازال لا مازال، دابا غنشدها العبار، دابا غنشدها العبار هو الاول. يعني هذا هو عباري فاش غادي نبدا السلسله، هذا هو عباري فاش غادي نبدا السلسله ياك، وهنا غادي يكون فتحه. اشنو غندير؟ غادي نجيب السلسله وغنجيب الوجه، الوجه ديال السلسله كنحطو على الوجه ديال الثوب بحال هكذا، وكنخيط بالصباط الصغير ديال رجيله وحده، ماشي ديال جوج، ماشي ديال جوج، وكنخيط على الحاشيه. على الحاشيه علاش كنخيط؟ البنات السلسله ضروري كتبغي الصباط ديالها كيدير 240 نص صباط، نص صباط. كتقولي صباط السلسله راه معروف، بعدا شي واحد حاجه خصك تكون بعدا الصباط ديال السلسله، مادام انت خياطه وعندك المقص راه حتى الصباط خصو يكون عندك. شوف البنات ها كيفاش كنخيط، كنخيط بحال هكذا، ما كنجرش، ما كنجرش نهائيا، ما كنخليهاش تاخذ، لا ما كنخليهاش تاخذ ليك هي، كتجريها ياك خلينا خلينا خلينا، راه غيبان ليك، راه ما كنديرش انا شي حساب ولا شي عبارة، السلسله باينه. شوف هذوك اللي ليهم كيبان ليهم، سمعتوا البنات؟ راه ماشي ماشي كتدفعيها بحال السفيفه، لا كتجريها، هي اصلا ما كتجرش، كتجريها وكتشدي في ثوبك. صافي، وكنخيط. ما عمر السلسله كتكون في التحت، ما عمر السلسله كتكون في التحت، الوجه مع الوجه، الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم، راكم تبارك الله كلكم جوجات بولادكم. شكرا عليك، واختي شي قال شي حد نايله. صافا البنات، يلا احنا تهنينا من هذه. واحد الحاجه، ملي كنوصل لهاد اللعيبه، ملي كنوصل لهنا ياك، ملي كنوصل مثلا لهذه، ملي كنوصل للسلسله كنزلها، كنهز باش تخليني فين كنخدم ياك. بحال دابا مثلا الا وصلت مثلا لهنايا كنهزها حتى تنحيدها. دابا هذا حيدناه، صافي. ملي كنقلب كتجيني على هذا الشكل هذا. الا كانت كاشي، الا كانت كاشي يعني عندها ديك 6 سنتي باش كتغطى، انا ننصحك بلا ما تعاودي هاد الخياطه، حتى الخياطه كتكون شويه صعيبه. هاد الخياطه هي صعيبه كاع في السلسله، الخياطه الثانيه هي صعيبه في السلسله. كانت السلسله باينه ضروري ضروري غادي
تعاصري معاها حتى تخدميها. حاجه واحده هي ما تخليش هذا، ما تخليش هذا يشرب لك. الا مشى تشرب لك راه ملي غتبي تنعسيها غادي يبقى يجي لك بحال هكذا، اي بيت بوم بالك تبو، ما تقدريش تسمو، ما تقدريش تشربيها، ما تقدريش تعاودي فيهم من الخياطه. احنا تفاهمنا، اش غندير دابا؟ غادي نحل سلسلتي. واخا تعاودي لينا هذيك فاش قلتي لك كدوزي الماكينه كتحلي، ما فهمتش. شوفي بحال دابا مثلا الا كانت هذه مثلا هنايا ياك، الا كان دابا مثلا دابا وصلتي هنا مثلا، وصلتي هاد البلاصه هادي الخياطه، وصلتي هاد البلاصه في الخياطه ياك، كتهبطي البره وكتهزي الصباط وكتحلي السنسله باش تخدمي السنسله كامله بكل اريحيه. ما تعذبكش، ماشي محلوله عندنا هذاك هذا 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 الصباط غادي يعذبك في هذه، خاصه ملي كيكون عندك الصباط الكبير، الصباط الكبير ديال الصباط ديال الخياطه هذاك من الاحسن ما تخيطيش به كاع السنسله. صافي احنا خيطنا هاد الجهه هادي، راه كنبدا البنات باليسر. واه زوريا الاخرى جايه عافيني لكم الله. صافي احنا حيدنا هادي، اشنو غندير دابا؟ غادي نجي لهنايا، ها نجي لهذا وغنحطو بحال هكذا، ها السنسله راه حيدتها. كنجي للكسوه ديالي الاخرى وكنحطها، اش كنقاد؟ اول حاجه غنقاد، غنقاد هادي مع هادي، تقطيعه مع التقطيعه ياك، هادي هي الاولى غنقاد التقطيعه مع التقطيعه. ولكن اش نقول لكم، هاد السنسله حتى نقاد التقطيعه مع التقطيعه ديك الساعه كيبان الله كي كانت هادي هكا يا مول. غادي نقاد التقطيعه مع التقطيعه بحال هكذا، هادي هي الاولى غندير فين كان هذا هنا تمني انا يا ربي السلامه وكفي يلا البنات شوفوا اه غادي نجي لهنا وغندير بحال هكذا، غنقاد التقطيعه مع اختها بحال هكذا، ومن غنقاد التقطيعه مع اختها يعني غادي نشد هنا بالفنيته، شد البليصه بالفنيته ياك، وغنجي بجوج استاذ لا شدها لواحد، ها شدها بجوج فينا هما بجوج شدها والو، شد البياسه وشد السنسله، شد البياسه وشد السنسله صافي. وغنجي غادي نصايب هذا مع هذا وهذا مع هذا، خاص داكشي اللي شاط هنا يشيط هنا، يكونوا قد قد، سمعتوا البنات يكونوا قد قد. وغادي نجي وغادي نقد هنا مع هنا، غادي نجي للفتحه ديالي وغادي ندير لها بحال هكذا، ها شو شتي، وكنشد بالفنيده يعني كنقسم تشدي العبار السنسله كتبغى البنات العبار، نقولها لكم السنسله باش ما تشوهكش، راه كتبي العبار، اغلبيه الخياطه كما كيحملوا كاع يخدموها. صافي شديت هنا العبار اللي خليت في الفتحه كنخليه الحاجه الاولى، عندي قطعه كندير ليها بحال هكا، ما عنديش قطعه كنجي لهاد البلاصه هادي وكنقادها بحال هكذا بحال هكذا، داكشي اللي شاط ليا هنا اللي شاط هنا خصو يشيط هنايا. اعتق اعتق صافي البنات، ما عنديش قطعه، ما عنديش قطعه، اش كندير؟ كنشد هنا وكنشد هنا ياك، وغادي نحل السنسله وغادي نفرق نوريكم دابا. صافي دابا شديت دابا عباراتي ياك، هما هادوك تقطيعه مع التقطيعه، غنحل دابا السنسله. دابا ممنوع منعا كليا تخدم السنسله محلوله، صافي هذا ساليت منه، عطينا واحده واحده يلا. اش غندير دابا؟ تخيلوا معايا بان هادي ما كايناش، كتشدي هادي وكدير لها بحال هكا وكتشديها بالفنيتات بحال هكا، كملها وكتشديها بالفنيتات ضروري هاد المرحله هادي، كتشديها بالفنيتات باش باش ما تعجب بحال قلتي، باش باش تفرق، لا ماشي ما تعواش، الا ما تعواش بعد تعواش واخا تشديها حتى طاب الكولا باش كتفرق داك ما تهرب البومباج، كتفرق داك البومباج. شوفوا فيا ماشي تخايتي السنسله كامله حتى لهنا ويتجمع لك فيها هكا ديالها سمو، واش فهمتوا كيفاش؟ حنا دابا هذا راه عييتو بتجريبي، ولكن هذه هي الطريقه باش باش كتخدم، كتحاولي انك تشديها بالفنيتات صافي، وكتخدم من الفوق من الفوق، مناش كتخدم ماشي من التحت، لا لا من الفوق، من الفوق المهم السلسله تكون في الفوق صافي. وكنخيط المهم السلسله ديما تكون في الفوق، يا اما كتبدايها، انا المهم انا كنبداها من اليسار، يا اما كتبدايها من هنا من من السمو، ولا كتبدايها من كيفاش جا اليسار كنبداو الخياطه، كنبداو من التحت، المهم واحد الطرف كيبدا من التحت وواحد الطرف كيبدا من الفوق، المهم السنسله خصها تجي هي من الفوق، ما عمر السنسله كتكون في التحت، فهمتوا كيفاش؟ ما عمر السنسله كتكون في التحت، راه الا خيطتيها من التحت راه
كتبهد لك صافي. وكنخيط سلسلتي ياك وكنشدها وكنسدها وكنشوف نيت واش دار شي حاجه ولا ما درتهاش. بانت ليك مراجله وهي الا جيتي لبرا مع التراجل ليك ما حتى حاجه بانت ليك مراجله راه كتعاودي اسمو هو صراحه السلسله ما كتبغيش السلسله ما كتبغيش التوب كيتيره و الا شتي التوب كيتيره الشركات بعض المرات ما كيديروهم ولكن كاين عندهم هما كنخاصين وما عندهم ما كنديال السلسله. شوفي انا بعدا كنشوف اللباسي ديال تركيا ومبوطي داكشي على حساب يلا ودابا غنشوف واش درنا. راه خيطناها بالفنيتات ها ملي غنجيو نعبروا غنلقاو بانه هنا قد هنا ها الا مشيتي حتى لقيتي واحد كبير واحد صغير يقدر يكون الحل انك تنقصي. ولكن الا جيتي لهنايا ولقيتي صافي البنات الا مثلا سديتي السلسله ولقيتي هذا داير بحال هكذا نوريك كيفاش كيدير. الا ديرها لكم يا خيتي دير هكذا ملي كتديها كيدير ها عم كيهبط ها مناش هادي مناش هي هادي اشنو مناش كتجيب ديال الخياط السلسله ما كاينش العبار ما شديش العبار نهائيا ما شديش العبار بشويه حتى تشدي العبار وكمي بالفنيت. شوف البنات كاينين خياطات كنعرفهم خياطات البرا والخيط السلسله كدير ليها البرا والخيط مازال انا كندير الفنيت البرا والخيط السلسله وما دوش عليها الماكينه الا ما دارت ليها البرا والخيط. ولكن علاش هما تعلموا بديك الطريقه يعني ما تقدرش تخدم السلسله وكاين تبارك الله الخدمه بحال دابا حنايا مثلا الكليات والتخبيل كنخدموا بعينين مسدودين حتى اللي مولفه كتخدم السلسله هي داكشي راه هي الخدمه هي المداومه. شتي السلسله تخدميها 10 المرات غتولي كطيري فيها غتولي تعرفي ليها الكوالبا غتولي تعرفي ليها سبحان الله العظيم الخدمه كتستافدي. صافي البنات اول حاجه ها هذا دابا راه درس ها هنا مقد القطعه ها هي جات مع اختها وهذا راه جا مع خوه. حنا لاله هاد السيده قالت لينا خيطنا السلسله حشومه وعار انه يبان هاد الثوب يبان هاد الثوب هذا ما خصهاش تبان. اشنو كديري كتجي لهنايا وكتبداي بحال هكذا بحال هكذا ها علاش قلت لكم انا قبيله تهبطوا الصباط على بحال هادي كنهبط الصباط ياك وكديري لها ها كتغلبي عليها الثوب وكدوزي ليها على على راسها ديما الا بنت الخيط كان لا عبارات الشباط كنحل ديما الا بنت الخيط كتحلي على حساب كدوزي ليها يا اما على عبار الصبيبيط من الصباط ولا على راسها. انا صراحه هاد العبايه اللي دزت ليها نيت على راسها مع فينيتها اسمو فينيتها بداك الصباط تاع الماكينه. صنط الشعيبيه شوفوا ها وكتبقاي هكذا عليها بحال هكذا كتبان هي الميكا دير هادي جيب وحده اللي خصها تبان ها فيها الخدمه السلسله البنات راه ما كتشدش 100 درهم باش نتفاهموا ايوا على الاقل واحد 50 درهم ديالها انا بعتها كيتشاف الثمن ديالها ثمن السلسله الثمن ديالها راه باين. انا فضليا نقاد صديف ياك خيط باندا ونعطي لهم الصديف يخدم وما نديرش السلسله باندا سهله هذه فيها الخدمه وإلا مشات مثلا قلت لكم داك النهار انا المونطو خدمتو المونطو حتى ساليتو ملي بغيت نسد السلسله وهي تقطع الرز ولكن السلسله تاع الحديد تقطعها تحيد ليها الراس ما كاعش درت ليه واش درتو جفاف ولا كاع الله اعلم كاع جات لداك المونطو غير شي واحد لا عبايه ديالي شي عبايه ديالي وصافي لا الا درتي لها راسها كيفاش دير لها هذا الراس هذا الدخلي صافي ماشي الراس اللي تقطع الضيوف ديال السنان ديال الحديد السنان ديال الحديد داروا. شوفوا البنات ها كنبقى كنجر راه شوفوا راه ملي كديروا الصباط السلسله راه كيعاونكم كيكون عندكم هاك هاك تجري الثوب ولكن ملي كتكوني مخيطه بداك الصباط الكبير كيجمع الثوب هو كيجمع ليك الثوب بزاف ومنين كتبغي منين كتبغي تغلبي الثوب ما كيبغيش يتغلب ليك كيجيكم مبوط. المهم حنا خدامين دابا بالسلسله وبغات تشوفوها كيفاش غتطلع ديال من السلسله ديال فين هي توب ديال من ديالي الله يحسن لها الراس عامر. واحد الحاجه عندكم تغلبوا البنات السلسله بزاف على هذا التوب على التوب تولي تشد تولي تشد. وانا نصيحه كنقولها للكليان ديالي ملي كتجي كنقول لها السلسله ما تحليها
تحل فين تدخل راسها صافي ديك هر كتخسر حتى من التحت ومني كتخسر عليك ملي كتخسرها تجيبها لي تقول لك تهرسات واش انا كنت انا كنصنع فيها شوف انا منين انا ماكش انا كنصنعها باش تهرسات ولا ما تهرساتش شتي راه هو المهم هنا راه كدرش نجر روحي صافي البنات مزيان ايوا هذا هو الصالوبيت ها صالوبيت والله الا هذا هو الدرس ديالنا صافي مزيان يلا اللي بات